نبعد بقى عن عالم السياسة والإخوان والخلافات ونتحول إلى شيء كلنا اتعودنا عليه كل سنة في رمضان، أعمال رمضانية بتستحوذ على اهتمام المشاهدين. السنوات اللي فاتت كان في تراجع في الأعمال الدرامية، السنة دي في حالة من النشاط والتوهج في الأعمال الرمضانية. هناك سلبيات وهناك إيجابيات. سلبيات يعني تدني اللغة الحوارية في بعض المسلسلات، ده كانت ظاهرة واضحة جدا. والإيجابيات إن في الفن والصورة، الفن جودة الصورة كانت جودة عالية جدا، تبارك المنتجون هذا العام في إبراز هذه الصور. في ظواهر متعددة ممكن ملاحظتها في الدراما، في يعني مشاركة أيضا النجوم السوريين، وده كان واضح جدا خلال هذه المسلسلات كل هذه التساؤلات بنطرحها على ضيفنا الناقد الفني دكتور وليد سيف، أستاذ السيناريو بمعهد السينما. أهلا بك يا دكتور. أهلا حضرتك. صباح الخير يا دكتور. يعني بداية قبل الدخول في تفاصيل، يعني كيف تقيم كده كناقد فني بشكل عام الدراما الرمضانية؟ يعني زي ما كان خالد بيتكلم ان احنا بنتكلم في جودة صورة وإبهار بصري فظيع، ويمكن ده حديث الناس كمان انه شفتوا بيت كذا وشفتوا كذا، لكن مين نتكلم في المضمون ونتكلم في القضايا التي تطرح، كيف قيمت هذه المسلسلات؟ الحقيقة لازم نكون فخورين بمستوى الدراما من الجانب الفكري والجانب القضايا بتطرحها السنة دي، والحقيقة السنة دي هي نتاج لحالة من التصاعد المستوى الفكري والفني للمسلسل الدرامي عبر السنتين الثلاثة اللي فاتوا. لو نفتكر السنة اللي فاتت احنا كان عندنا مسلسلات عالية القيمة جدا، يعني الخواجة عبد القادر، سيدنا السيد، نابليون والمحروسة. السنة دي الكم بيزيد، يعني الكم الجيد بيزيد، ربما يكون عندنا على الأقل خمس أعمال ممتازة وعملين ثلاثة مستواهم متميز جدا وجيد جدا. أنا أعتقد دي نسبة مش قليلة، خاصة أنه كم الإنتاج السنة دي أقل من السنة اللي فاتت، كم العرض أقل من السنة اللي فاتت، هو كتير بس أقل من السنة اللي فاتت. عايز أقول أنه فكرة أنه الدراما ترجع تاني للتعبير عن الفكر الأدب المصري والروايات المصرية، دي مسألة برضو الحقيقة شيء حميد جدا، لأنه الرواية والأدب ده أساس قوي جدا لتقديم أعمال فنية ليها محتوى فكري وليها عمق قضايا اجتماعية مطروحة. عايز أقول كمان أنه في جيل النهاردة في كتاب السيناريو بيكشف عن نفسه وبيقول أنه نحن هنا على الساحة شباب ممتازين ويفرحوا، زي محمد أمين راضي وزي محمد سليمان، وطبعا يمكن بتسبقهم شوية مريم نعوم، بس هي السنة دي مريم بتنتقل من منطقة الكاتب الشاب المتميز إلى الكاتب الشاب القدير. نهاية تفضل. كان مريم نعوم هي اللي عامله مسلسل ذاتي، نعم، وكان عاملين كمان موجة حارة. المسلسلين دول يا دكتور وليد اكتر اعمال رمضانية اعتقد ان هم اللي حازوا على اعجاب كثير من المشاهدين، بس في مشكلة، ان هي ما تعرضتش على قنوات كتيرة، اعتقد هو قناة واحدة وبس. طب اولا يعني رأي حضرتك في العناصر الفنية في العملين دول استحقوا فعلا النجاح، وليه القنوات يعني ليه ما خدوش حقهم من العرض بالرغم ان هم يعني حققوا نجاح كبير قوي؟ حضرتك بتتطرق لقضية في غاية الأهمية الحقيقة، لأنه إذا كان الإنتاج أمر مهم فالتسويق كمان أمر أنا شايف أنه هو لا يقل أهمية عن الإنتاج. مشاكل التسويق ومشاكل حول العرض ومشاكل البيع دي أمور الحقيقة محتاجة اهتمام أكبر، محتاجة تكاتف مؤسسات مختلفة حكومية وغير حكومية في تقييم المستوى الفني للأعمال وفي منحها الفرصة للظهور. كمان أنا شايف أنه كنا بنتكلم على قنوات فضائية عربية ومصرية، أنا شايف إن إحنا النهاردة بقى عندنا دراما جديرة بأنها تخترق مختلف أنحاء العالم، على الأقل العالم الشرقي والعالم الإسلامي. إذا كان في أنا كان لي تجربة
يعني ملحق ثقافي في موسكو وعارف انه المنطقه دي بما يحيطها من جمهوريات حديثه متعطشه جدا للدراما المصريه وهنشوف يعني يجب ان يكون هناك اهتمام فعلا بنشر هذه الاعمال. يمكن احنا ما حسيناش قوي بعدم انتشار مسلسلات مهمه لانه دلوقتي بقى في ظاهره جديده هي انك اصبح يمكنك ان تتابع مسلسلات على قنوات اليوتيوب عبر أجهزة الكمبيوتر وده كمان مش بس بيسهل المشاهدة اللي انت بتدور عليه بيسهل لك انك تشوف حلقات فاتتك ويبقى المتابعة اسهل، لكن هذا لا يغني ان الجمهور الكبير العادي قطاعات كبيرة من الجماهير من حقها انها تشوف الاعمال المتميزة فنيا وعلى اللجان الحقيقة لجان اختيار النصوص واختيار الاعمال انها توصي بعرض المسلسلات المهمة في قنوات اكثر. طيب دكتور وليد، يعني دايما طبعا الفن بيتاثر بالمجتمع وهو مراه للواقع بشكل او باخر، وطبعا ثوره القضايا اللي بنشهدها في دول عربيه كتير والثورات العربيه، وطبعا المشهد المصري ما غابش عن المسلسلات دي في العراف ان هو وصل كمان لاول مره لعمليه الهروب من السجون في ثوره يناير وكذا، وايضا مسلسل ذات وعلى كف عفريت. يعني كيف تنظر لهذا الامر؟ يعني كيف تصوير الفن للواقع؟ يعني ايه دوره؟ هو مجرد ناقل لي ام هو معالج لي؟ والله الحقيقه يعني احنا دايما في العمليه النقديه بنبقى شايفين انه الحدث الاني اللي بيحصل بشكل موازي للعمل الفني بيحتاج وقت شويه، يعني يعني اذا كان في ظاهره جديده، اذا كان في حدث مهم، اذا كان في ثوره ربما يكون تحليلها وتحويلها الى الدراما بتتطلب سنوات، لكن انا شايف انه التصدي لواقعنا المصري النهارده والتصدي للمتغيرات اللي بتحصل دراميا انا شايف انه مستوى جيد، ربما يكون مش بنفس العمق اللي بنأمله أو بنتمناه لأنه ده شيء طبيعي لسه الأمور لم تستقر بعد، نحن ما زلنا في ثورة مستمرة حقيقة. إن الناس بتتعامل مع الثورة، يعني الناس كتيرة بتتعامل مع الثورة إنها خناقة في قهوة هتخلص بمجرد ما نرش شوية مية، لا طبعا الثورات بتعمل تغييرات في الشعوب بتاخد وقت، بتاخد من 5 سنين ل10 سنين على الأقل. فعشان كده الدراما لما بتتعامل مع ظاهرة بتتعامل مع ظاهرة ساخنة جدا، لكن الذكاء في الفكر الدرامي والذكاء في التناول ده واضح في مسلسلات كتيرة مش بس في المسلسلات الدرامية. أنا شايف إنه معمول يعني بإبداع جميل جدا في مسلسل كوميدي رجل العناب. ده حقيقي جدا. طب اتساق نفس الفكرة من الفن والواقع، يعني في بقى حتة سلبية فكرة إنه بعض المسلسلات بدون يعني تحديد إنه الألفاظ كانت صادمة لبعض الناس، طبيعة العلاقات، طبيعة الثقافات اللي موجودة، يعني في ناس اللي هو إحنا عندنا كده بجد. فيعني رأي حضرتك في ده إن هو أوكي هو مرآة للواقع بس في لازم يبقى جانب فني في تناول الواقع، ولا هو ينقله زي ما هو، لان هو مش لازم في كل عمل بكون بعالج او بطرح حلول، انا بعرض مشكله معينه. ايه راي حضرتك؟ دي كمان الحقيقه مساله بترتبط بحاجتين، بترتبط بفكره المنظور الرقابي للعمل الفني، وترتبط كمان بفكره بتتعلق بنوع العمل الفني كمان. الحقيقه انه في بعض الانواع من الاعمال الفنيه بيبقى طبيعتها بتسمح بقدر من التواجد من التجاوز، الموضوعات اللي بتختارها بيبقى فيها نوع من التجاوز. لكن احنا بشكل عام دلوقتي بما اننا بصدد حتى لو دراما، يعني ان صدد التلفزيون بيدخل في كل بيت وفي اطفال، وكنا في رمضان يعني الاسره كلها بتقعد، في بعض المسلسلات اللي الاطفال ما ينفعش يتفرجوا او كذا، ما بقاش يجمع زي الاول، فهل ده كمان بيسري على المسلسلات؟ التلفزيون بوضع في خصوصيه شويه، ولازم نعترف انه في جيل من مخرجين السينما انتقلوا للتلفزيون بقى سلبهم وبافكارهم وبحريه التناول التكنيك اللي مبهر طبعا وبحريه التناول المعتاده في السينما. مع الوقت هيبتدوا يحسوا، ومش بس هم، احنا كلنا الحقيقه كمجتمع مع الوقت هنبتدي نحس بايه، كيف نستطيع ان نستفيد من الحريه، وكيف نستطيع ان نستفيد من الهامش المتاح لينا ان احنا نعبر، لانه ان شاء الله مستقبلا وقريبا جدا انا اثق تماما في ان احنا في خلال سنوات قليلة لن يكون عندنا رقابة، الرقابة هتبقى ضميرنا، مش هيبقى في رقابة على المصنف الفني، أنا متأكد من هذا إن شاء الله، يمكن لأنه في نحن مصدد إعداد يعني مشروع لهذا، الرقابة مش هتبقى ده مرفوض أو ده يتحذف، الرقابة هتبقى كاتيجورايزيشن، يعني هنحدد الأعمال المناسبة لمراحل عمرية مختلفة. طب دكتور سعيد، كان في ظاهرة برضه شفناها السنة دي ويمكن بنشوفها كل سنة بس السنة دي أكتر شوية، اللي هي الاستعانة بالنجوم العرب خصوصا النجوم السوريين في المسلسلات المصرية، يعني عندنا جلال سليمان، عندنا كندا علوش، عندنا تيم حسن، عندنا اياد نصار، يعني
في فريقين، فريق بيقول نستعين بيهم بس يكون ادوارهم كويسه وحسب الاداء بتاعهم وملائمه للادوار، وفي فريق بيقول لا المصريين او المصريين المصريين من حقهم هم اولى بالادوار دي. تعليق حضرتك على ده، انت شايف ده ازاي؟ انا شايف الحقيقه دي طرح القضيه دي من جانب بعض الناس الحقيقه طرح مؤسف جدا، لان مصر طول عمرها يعني هي هوليود الشاب، وانه كل الفنانين العرب بيعتبروا ان مصر دي القلعه اللي من خلالها يتواجدوا، وانه المسؤوليه اللي علينا يعني كمنطقه تنوير وكمنطقه فن وحضاره في المنطقه بتفرض علينا ان احنا نستوعب ونستقطب كل المواهب الكبرى. انا لا اتخيل انه موهبه كبيره زي اياد نصار ممكن ان تغيب عن ساحه الفن المصري. لا اتخيل انه كندا علوش يعني باشراقتها الجميله على الشاشه نحن اذا كنا في اسماء الحقيقه ممكن يبقى وجودها مش مضيف ما بيضيفش، لكن في اسماء يعني اعتقد انها وجودها في مصر هو تدعيم ليها وتثبيت لنجوميتها وكمان مفيد لينا في الدراما المصريه. يعني تصديق ان حضرتك كان جمال سليمان انا بدون واحد صعيدي هو سوري عملوا يعني كان برضو في كلام عن هو السنه اللي فاتت الحقيقه في الكاستنج بقى مش مفروض ان احنا نتجاوز عن النقط دي. يعني اذا كان هذا الممثل دي مساله تتعلق بالكاستنج باللهجه وبامكانيات الممثل وبملامح الفريق هو لو ملائم للدور او لا. طيب يعني احنا بالكلام كده ان احنا في تقدم في صناعه الدراما المصريه. كان في فتره زمان بنتكلم عن الفتره يعني قريبه من سنتين عن صعود الدراما التركيه وحتى تعلق الناس بيها جدا الناحيه التركيه، وايضا الدراما السوريه هي ما غابتش عن رمضان السنه دي. حضرتك شايف ان الدراما المصريه رجعت تاني، ابتدت ترجع تاني يعني تستعيد دورها اللي هي كانت شويه لبعض الوقت نقدرش نقول احنا يعني ان هو تتهز شويه، يعني ما كنا الناس تبدا يروحوا يتجهوا لمسلسلات اخرى، هل دي بقى دعوه عوده تاني للدراما المصريه؟ الدراما التركيه ان شاء الله رخ، لانه الناس بدات تكشف ان المساله عامله زي ابره الصابون ومتفرج على حاجات مسليه. لكن الحقيقه لازم نعترف ان احنا استفدنا منهم حاجه، ان عندهم الارت دايركشن عالي جدا. يعني التنسيق بين عناصر الصوره الجماليه بيتعمل بشكل منظم ومحترم وجميل، وده انتقل لينا بشكل تكنيك عالي جدا. يعني احنا بنقول الناس اللي هم السينمائيين لما دخلوا لسه عندهم مشكله في القضايا الحريه، لكن من ناحيه التكنيك والتصوير والاخراج في ابهار وفي جذب شديد جدا للمشاهد العادي. يعني الله عليك الله عليك تمام. احنا بنشوف السنه دي المسلسل بمستوى السينما، يعني بالعمق الفكري للصوره، بالمحتوى الجمالي للصوره، بابعاد الصوره، باضاءه الصوره. احنا شايفين الحقيقه في معظم المسلسلات الحقيقه مش كلها وهنلاحظ كمان انه في فرق بين مستوى المخرجين الشبان الجدد معظمهم وبين القدام. يعني مع احترامنا للقدام شويه ما هماش مطلعين قوي على التقنيات الحديثه، ما بيوظفوهاش مش بس في الصوره بس، ما بيوظفوهاش ايقاعيا. هنشوف مستوى التقطيع والشطات السريعه جدا اللي كسرت حاله الثبات والجمود في الدراما والملل في المخرجين الجداد. هنشوف ازاي بيستخدم المخرج بيستخدم الانسيرت شوت اللي هي الشطات المتداخله القصيره، ازاي ان هو يسخن القاع ويحميه وما يبقاش فيه اي مناطق من الهبوط. بنشوف ازاي توظيف عنصر الممثل في الكادر بشكل جمالي ودرامي بديع. في الحقيقه مش بس المحتوى الفكري لا كمان الصوره متقدمه جدا. طب برايك هو ده اتفضل خالد. استاذ حضرتك بس النقطه اللي كنت عايز انساها، ان خالد مرعي انت عارفه مسلسل ميران صديقه يا باي، خالد مرعي ده منتور فهو كان المخرج بتاع العمل، وافتكر ان هو نجح لحد كبير بان هو ينقل لنا يعني شكل جديد للصوره زي ما حضرتك كنت بتقول. من افضل المسلسلات الحقيقه ميران صديقه، وكويس ان حضرتك انا عشت الذاكره لانه مش عايزين نظلم حد واحنا بنتكلم. يعني احنا شايفين ميران صديقه كمان مش بس يعني زي ما حضرتك تفضلت وقلت في تقدم تقني، ده في كمان الحاله صنع الحاله، صنع الحاله الدراميه على الشاشه عبر الاساليب البصريه. يعني ازاي ان احنا بنتكلم عن نفوس متدنيه وعن حالات بشريه غير سويه وعن حاله من القلق والاضطراب والدماء المنتشره، ازاي الالوان الساخنه اللي بتطغى على الصوره، ازاي مساحات الظلال بتكشف عن الظلال داخل النفوس. الحقيقه صوره معبره جدا جدا ومعبره عن النفس الانسانيه بشكل جميل ومعبره عن الدراما بشكل رائع. طب برايك حضرتك كنت بتشير لي من شويه فكره السينمائيين نفسهم ابتدوا يشتغلوا تاني في الاعمال الدراميه، هو
ده اللي جذب الفنانين الكبار يعني عادل امام، يسرى، الهام شاهين، ليلى علوي، كانت في رجوع فظيع للاعمال الدراميه. هل ده للتكنيك الكويس ولا في مشكله في السينما؟ لا، لازم نعرف انه احنا طبعا عندنا مشكله في السينما، ومش عايز كنتش عايز اتطرق ليها، لكن يعني احنا بنبيع السينما لحساب الدراما. يعني المشكله الحقيقه انه المفترض انه السينما يكون لها تواجدها، لكن مع الاسف الشديد السوق السينمائي حاليا بيعاني من ضعف، الانتاج السينمائي بيعاني من فقر اتجاه كثير من المنتجين الى الدراما، وهم منتجين سينمائيين. الدراما بقت جاذبه كمان دلوقتي، الدراما بقت جاذبه. يعني اتمنى انه السينما الحقيقه مش هتقف على رجليها الا بدعم من الدوله، ولما يبقى عندنا دوله مؤسسات ان شاء الله، ونحن بصدد هذا قريبا، يبقى في مؤسسات بتقف جنب صناعه السينما في مصر، لان صناعه غاليه ومهمه ومقدره وليها تاريخها العظيم لازم تستردوا. طب حضرتك واحنا لسه بنتكلم عن السينما والاعمال السينمائيه اللي اتحولت بعد كده لمسلسلات، فكره اعاده انتاج الاعمال السينمائيه في مسلسلات، برضه حضرتك شايف ان في ازمه في السيناريوهات؟ يعني زي مثلا مسلسل السنه دي، مسلسل الزوجه الثانيه، وبالمناسبه توجه له نقد كتير، يعني ممكن تقولي شويه في قصه سعد الدين؟ المنتجين بيلجأوا لاعاده انتاج الاعمال، يعني في ازمه في السيناريوهات؟ لا الحقيقه، يعني انا في رايي انه الريميك او اعاده عمل اشياء مهمه في تاريخ الفن والدراما انا مش ضد ده. طب هو شايف ان الكم كمان مش كبير، يعني لما يكون مسلسل او اتنين ما بين 40 مسلسل ده مش كتير، لكن هو المهم انت بتتناول ازاي حضرتك، زي ما اتفقنا اللي انت بتتناول الحقيقه عمل قيم جدا في تاريخ السينما المصريه زي الزوجه الثانيه. والحقيقه يعني انا كحد يعني في المجال شايف انه ده فيلم الحقيقه هو عباره عن مسلسل مضغوط، يعني الدراما في الفيلم هي دراما مكثفه جدا جدا، وهي مجال واسع لان يتعمل منها مسلسل عظيم. بتشجع الموضوع ده؟ انا بشجع الموضوع ده لو كان الماده تسمح، لانه في احيانا فيلم سينمائي حضرتك تحس ان الماده بتاعته لا تصلح الا للفيلم. يعني لكن اي حاجه، يعني اي محاوله لتحويلها للدراما التلفزيونيه مط وتطويل وملل ورغي. تحديدا في الزوجه الثانيه الحقيقه مع الاسف الشديد، يعني وانا من يعني معجب جدا بتاريخ المخرج الكبير خير بشاره، اعتقد انه لم يوفق على الاطلاق في هذا المسلسل. شايف ليه؟ اللي اعتمد بشكل تام على النجم عمرو عبد الجليل، واعتمد على افهاته وادائه واختياراته. كان مفاجاه برضه دكتور هو كان مفاجاه. في ناس ضحكت طبعا المسلسل يعني عمل نسبه من الاضحاك، لكن الحقيقه خزل توقعاتنا، لان احنا بنتكلم عن عمل اصل درامي الزوجه الثانيه، عميق الفكر وعميق المستوى، وبيطرح قضيه الحقيقه شديده السخونه وفي كل تفاصيله كمان. ولما يتكلم عن توظيف الدين في السياسه بشكل الحقيقه اللي احنا بنعاني منه دلوقتي، بنعاني منه النهارده، في ابعاد كتيره جدا جدا في العمل ده المسلسل لم يتناولها بشكل جيد. طب برايك يعني هل بعد ما ما اعرفش حضرتك اتفرجت على كل المسلسلات ولا لا؟ طبعا في حاجات واحد مش بيقدر، بس يعني انا شخصيا ما قدرتش للاسف، ففاتني ذات، بس ان شاء الله هصلح غلطتي بعد رمضان وهيعاد تاني. طب يعني تقييمك بقى عامه، ايه افضل عمل، افضل ممثل، افضل ممثله، وبرده على مستوى السيناريو والاخراج؟ حاضر. بالنسبه للمشاهده، ان الواحد ما يقدرش يتابع كل الاعمال، الحقيقه انا عايز احيي جيل جديد من الشبان، المفروض تستضيفوه وتبطلونا احنا، لان هم متابعين اكتر مننا. يعني انا شايف احمد شوقي ورامي متولي واحمد عاطف حقيقه بي 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 بيتفانوا في مشاهده الاعمال الدراميه، وبتفاجئ على الفيسبوك بما يكتبونه عن يمكن 20 30 مسلسل اراهم متابعين بشكل ممتاز جدا. في حركه زي في حركه فنيه جيده، في حركه نقديه جيده، وفي جيل من النقاد الحقيقه طالع ممتازين. عايز اقول انه انا في رايي الشخصي ان ذات هو المسلسل الافضل بمسافه، يعني هو مسلسل له مكانه خاصه جدا، وشايف انه بس اتظلم يا دكتور، اتظلم، ويمكن في الحلقات الاخيره كمان حصل فكره ان يبقى في مخرج يخرج الحلقات الاخيره، الروح بتختلف والطعم بيختلف والتكستشر حتى بان في اداء الممثلين. لكن بشكل عام القيمه العاليه جدا للاصل الادبي والابداع الرائع لمريم نعوم مع الرائد سمع الله ابراهيم، وفكره انك حضرتك مش بس انت بتقدم روايه في السينما، انت بتقدم روايه في التلفزيون، انت بتقدم روايه وانت مش مدرك بس القضايا، انت مدرك لتقنيات الروايه وبتطرحها بالمعادل الدرامي التلفزيوني المناسب ليها. مريم نعوم طبعا في الصداره، كمان محمد امين راضي كاتب للسيناريو، ليران صديقه انا شايف انه كتاب مهمين جدا، خالد مرعي في ليران صديقه برضه، اعتقد لانه خالد اتاح له بقى انه يعمل مسلسل فروم اي تو زد، بعكس كان ابو ذكري اللي الحلقات الاخيره ما كانتش بتاعتها.
انا شايف انه في يعني فكره الاحسن او الافضل في الممثلين صعبه، لان في اسماء كثيره جدا جدا مهمه قوي. لكن نيلي كريم طبعا يعني اعتقد انها في منطقه الصداره. كمان في ممثلين مهمين، اياد نصار كمان الحقيقه عامل شغل كويس قوي على مستوى الادوار الثانيه. دايما بنزهق في رمضان ونقول الممثل ده طلع في اكثر من عمل، ايه الملل ده؟ لكن احنا اكتشفنا ان عندنا ممثلين يعني عندهم امكانيات خارقه في تقديم اكثر من شخصيه، وكانهم اكثر من ممثل. ومنهم صبري فواز اللي بيتالق هذا العام في اكثر من عمل باداء مختلف، قدرة على التلون غير طبيعية. المحصلة النهائية ان الاعمال الفنية السنة دي كانت اعمال فيها ذوق عالي وفيها ارتقاء في المستوى. نأمل ان شاء الله السنوات الجاية ان هو يبقى فيه يعني ارتقاء اكثر، واهتمام بالصورة والموضوعات والسيناريوهات اكثر. في نهاية هذا اللقاء بنشكر دكتور وليد سيف النقد الفني استاذ السيناريو في معهد السينما، شرفتنا يا دكتور. عايز اختم كلامي بكلمة واحدة بس، انه السنة دي اطلالة عادل امام على جميع شوارع مصر من خلال بوستر مسلسل العراف، ابتسامته الجميله الرايقه المطمئنه، تفاؤل وشه المحبب للشعب المصري، كانت علامه على التفاؤل وعلامه على التحول العظيم اللي حصل، وعلامه على عوده البهجه الى مصر واختفاء عام ان شاء الله باذن الله. وشكرا لكم مشاهدينا، انتهى هذا الصباح، نتمنى لكم عيد سعيد، النهارده ثاني يوم ايام العيد، ودايما بنقول العيد لسه فرح. التفاؤل والروح الحلوه اللي كان الدكتور وليد بيتكلم عليها دلوقتي، ونتمنى انها تسود في ايام العيد وباقي ايام السنه ان شاء الله. كل عام وانتم بخير، والى اللقاء. شكرا.